عاجل وفاة عبدة الجندي تثير حزنا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم التفاصيل. توفي قبل قليل عبدة الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام في اليمن، مما أثار حزنا كبيرا في صفوف الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل الوفاة من جهة رسمية، حيث تعبر العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية عن حزنها وصدمتها لفقدان عبد نحن في الجندي. انتظار مزيد من المعلومات والتفاصيل الرسمية حول وفاة عبد الجندي، وسنوفيكم بمستجدات فور ورودها. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إن الله وإنا إليه راجعون.